انا عيطت كتير قوي في اليومين اللي فاتوا دول يا ماما. معلش حبيبتي وماله، مش احنا بقى زي بعض، استحمل شوية الجرح ومصيره هيخف. مفيش جرح في الدنيا ما بيخفش. هتصحي يوم تلاقي نفسك بقيتي أقوى، وهتلاقي التجربة اللي انت مريتي بيها دي بقت خبرة، وتلاقي نفسك تعلمتي حاجات كتير. أهم حاجة إنك انت اللي أخدتي القرار، أخدتي قرار صح. كنت متأكدة إنك انت مش هتقبلي أبدا على كرامتك إنك تسامحي في الخيانة. يقول لك نزوة، يقول لك واحدة ما عرفش عاملة ازاي. الخيانة هي الخيانة، دي حاجة بتوجع الكرامة قوي. هتشوفي انت هتخفي بسرعة قوي. لازم تعرفي تحبي نفسك، ولما تحبي نفسك مش ممكن تسمحي ان حد يهنا. انا بحبك قوي يا دكتور. انا اللي بحبك قوي. تعرفي يا ديدا، دي اكتر واحده في الدنيا، اكتر واحده في الدنيا انا بحبها. انت بتحبينا كلنا اكتر من نفسك. مش كنت استنيتي لحد لما ارجع من دبي وبعدين تسيبيه؟ لما سمعت صوتك بيعيط في التليفون كان هين عليا أأجر برايفت جيت واجي جري. مينفعش طبعا، أكيد عندك حالات مستعصية أكتر مني بكتير ومحتاجة لك. ولسه عندي حالة أخيرة النهاردة قبل ما أنام، لما نشوف هنعمل فيها إيه.